بالميراس يفوز على الاهلي 2-0 وتاهل للمباراه النهائيه، والاهلي يلعب على تحديد المركزين الثالث والرابع. كابتن شريف، هارد لك. هارد لك، قدر الله ما شاء فعل. بالميراس يفوز على النادي الاهلي بفرصتين ثلاثه. انت عظمت الفرقه واديتها سيستم في اول شوط وقفلت الملعب ونسيت انك انت تقدر تبقى تجاري زي الشوط الثاني كده. الفرقه تقدر تروح وتقدر بلعيبه معينه وتفتح الشكل الهجومي بتاعك. بس هم قدروا يستغلوا الاخطاء. هم لعيبه برازيليين وعندهم كوره، خدت بالك، وبيقدروا يلعبوا ويقدروا يشوفوا بعض وعندهم عمق هجومي وبتقدر ينقلوا الكوره على طول الناحيه الثانيه ويشكلوا لك اي شكل فيه خطوره على المرمى. انت بخطأين ثلاثه في الملعب انت عملتهم النهارده خلوا النتيجه دي توصل لكده. انت كان عندك فرص كتير تاني شوط، انت يعني التمركز احسن، الاستحواذ احسن، الى ان كمان حصل لك حاله طرد ما كانش ليها اي لازمه. راجل وشه وظهره للجول بتاعك ووشه في نص ملعبه، ما كانش المفروض يتعامل بهذه الشكل يعني. فانت كنت بترجع تاني للملعب وبترجع تاني بالتغييرات وبترجع تاني بكل شيء، وهي جهات نظر. انا كنت شايف فرقتك تاني تايم تقدر، تاني تايم عندك، انما البحث عن شكل انك انت تروح وتلعب وتجيب جول عايز موجود اكتر، عايز تفكير اكتر، عايز لعيبه معينه تبقى موجوده في الملعب وشها للجول، ما بتستلمش بظهرها. في حاجات كتير قوي ان شاء الله تتحقق في مباراه الهلال، انما انا تاني تايم الحمد لله يعني اطمنت برضو على الفرقه. عندها شويه روح لما بيجي فيها جول بترجع تقدر تعود وكلام ده، وكل ده هيبقى قدام مستر موسيماني المباراه الجايه. والمركز الثالث والميداليه ان شاء الله تبقى من حقنا باذن الله ان شاء الله، ان هم ادوا اللي عليهم وزياده. بس انا مش هقدر اقول النهارده ان النتيجه دي اخفاق او اي حاجه، لا هي غلطات في الملعب تقدر تتعالج بعد كده.